بهذا الأداء المميز الجميل والكاس بمن يأتي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول سمو الشيخ حمدان برتوم بقيادة المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي سراب على المركز الثاني. هنا من ينطلق بهذا الأداء من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ويأتينا سراب لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم بقيادة سلطان بن سيف المقبالي بهذا الانطلاق المميز الجميل. من يأتينا هنا على المركز أيضا الثالث وفي المركز الرابع. المركز الرابع ياتي الزراف لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة محمد بن يمحى بن عبيد بالدبيلة. من يأتي على المركز الرابع وفي المركز الخامس يتواجد هنا مرعب لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في تضميره. من ينطلق على المركز الخامس وفي المركز السادس صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي سهيل بن سالم العامري في التضميرة. شاهين يأتينا بهذا الانطلاق هنا والتحدي والإثارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود مكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري في التضميرة. من ينطلق سابعا وفي المركز الثامن الريان لسعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني أحمد بن علي الكعبي في التضميرة. وصوغان ينطلق تاسعا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم عبد الله بن سالم المسافري في التضمير. والمركز العام شاهين لسمو الشيخ محمد بن المر المكتوم بن جمعة المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي في التضميرة. هنا أيضا يتواجد أحمد في هذا الانطلاق المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. هنا مشاهدينا الكرام الانطلاق، هنا التحدي، هنا الإثارة. الكاسبي من هنا يتواجد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي وسراب على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وسراب الآخر على المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم بقيادة سلطان بن سيف المقبالي. أبو سيف يتواجد في هذا الاندفاع المميز. الوصول من شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم عفوا يتواجد في هذا الانطلاق مع سالم بن حمد بن هيان العامري أيضا سفير المضمرين بهذا الانطلاق. يتواجد صوغان على المركز الخامس. صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سالم المسافري. وصلوا حيشان، وصلوا حيشان على سادس المراكز من هجن العاصفه بقياده حمد بن راهب بن حمد بن غدير. والمركز السابع، المركز السابع صوغان لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم وشاهين مع سعيد بن سالم لينيبي. من ينطلق هذا الاداء على المركز السابع. وفي المركز الثامن الطبيب من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راهد بن حمد بن غدير المنطلق هنا على ثامن المراكز ويتسلل إلى السابع. وصل هنا أيضا تم حلك، تم حلك. وصل ايضا هنا لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع من؟ مع ايضا صاحب الاسماء الجميله هنا هو الشريه نوعا ما عبد الله هذا سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. هنا من يتواجد ابو عبد الله بهذا الانطلاق المميز. الوصول من صوغان سمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في تضميره. هنا بهذه المسيره ها هي التجمعات للزمول المحليات الأصايل يتواجد في هذه المسيرة. وأرى التغيير الذي طار وجرى
على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. شاهين من غير على صدارة هذا الشوط، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري في تضميره، من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. صغان في المركز الثاني، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم بقيادة كابتن الطيارة عبد الله بن سالم المسافري، وعلى المركز الثالث يأتينا هنا وحشان هو الطبيب على المركز الرابع من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الخامس الهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعد المكتوم بقيادة هنا أيضا مطار بسيب اللهج الهايري، من يأتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس الكاسبي سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعد المكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان في تضميره. من الجانب الآخر، من الجانب الآخر سراب سمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم بقيادتنا أيضا سلطان مسيف المقبالي، ووصل سراب. سراب الآخر هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، من ينطلق بهذا الأداء المميز والجميل هنا سابعا. ومن الجانب الآخر الريان هنا أيضا سعد الشيخ فهد بن جاسم أرذاني أحمد بن علي الكعبي في التضمير، وهنا يأتينا تم حلق، تم حلق يتسلل في هذه اللحظات، تم حلق هنا سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع هنا ايضا سلطان بن عبد الله بشر القاطري في تضميره. وياتينا هناك شاهين سمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم مع سعيد بن سالم النبي في التضميره على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشره الاولى. اعود الى الصداره مع الكيلومتر الأخير، إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى وحشان من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وحشان من انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. وحشان من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من يا على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني صغان، ثم الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري، هنا ايضا كابتن الطياره من يتواجد بهذا الانطلاق. وصل سراب، وصل سراب لسمو الشيخ احمد بن مكتوم بن جمعه المكتوم بقياده سلطان بن سيف المقبالي. والرجال من الجانب الاخر لسعاده الشيخ فهد بن جاسم الثاني احمد بن علي الكعبي في تضميره، ولكن ينطلق وحشان على الصداره، ينطلق وحشان على المقدمه على المركز الأول. والريان من الجانب الآخر، والسروب قادم هنا. يا سلام التحديات، التحديات يا سلام. سراب يتسلل، سراب يتسلل في هذا الأداء المميز. سراب وحشان، وحشان وسراب، سراب وحشان يا سلام. ولكن سراب، سراب ينتزع الفوز، ينتزع الناموس. تهانينا، تهانينا لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم، تهانينا لسلطان بن سيف المقباري على هذا الفوز المميز. المركز الثاني الريان سعد الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم الثاني، اما المركز الثالث نجن العاصفه، المركز الرابع شاهين سيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راهد المكتوم، المركز الخامس سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم. هذه هي النتائج للمراكز الخمسه الاولى، معناها على حضراتكم في هذا الانطلاق المميز الجميل. ونتابع مجريات هذا الشوط، نتابع هذا الاداء المميز الجميل. جميل. التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا لشوطنا السابع 10:08 9 اجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ احمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم على فوز سراب بالمركز الاول. تهانينا لسلطان بن سيف المقبالي المركز الثاني. الريان سعادة الشيخ هنا ايضا فهد بن جاسم الثاني مع احمد بن علي الكعبي، وسجل 9:08 9 اجزاء من الثانية. اما المركز الثالث فكان من نصيب حشان من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، 10:10 6 من الأجزاء من الثانية هو توقيت الزمني.